تلقيت تهديدات من طرف ناس انونيم في الاس ام اس اللي كتقول بان لساني طويل وكنهضر وما كنعرفش نسكت وما تنتهاش في سوق راسي. قلت اس ام اسات عاديين، كلشي كيسافرت كيف ما كاينين الناس اللي كيكرهوني كاينين الناس بزاف اللي كيبغوني وكيقدروا العمل ديالي. شفتي انما من وصلت على ان الناس يقتحموا المحل ديال العمل ديالي، وكيف ما كتعرفوا المحل ديال العمل ديالي انونيم، ما عندي لا كاميرا لا حتى شي حاجه احتراما للناس اللي كيجيو عندي. تلقيت 4 ديال الناس اللي هما دخلوا عليا وضربوني بانكم يفو، وهادشي وقع هادي دابا واحد 15 يوم ابري. شوف تي في بوينت، هذا ما وقع. وانا كنقول بانني ما هربينش، انما انا خارج باش نعيد حساباتي في مستقبلي وفي بزاف ديال الحوايج، وما خايفش بالعكس، لان كنعرف بان من كيكون عندنا مشكل فوميو لاننا نرجعوا للور باش يمكننا نلقاو الحلول الناجعه باش يمكننا نقضوا عليها بيانكم يفو. شوف تي في بوينت، هذا ما وقع. وكنختم بكلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل. كيف ما خرجوني في هذه العواشر ديال رمضان من بلادي، واللي ما عمري ما عشت شي رمضان من غير بلادي من غير ديني، غيصوموني خارج على بلادي ويصوموني خارج على ثقافتي وديني وناسي وحبابي. شوف تي في تقول كلمه واحده، حسبي الله ونعم الوكيل.